Hello and welcome to the 7 o'clock news from Bahrain International. I'm Sarah Bulfeth. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa issued Decree Bylaw 36 of 2017, amending Article 3 of Decree Bylaw 4 of 2001 concerning the prohibition and combating of money laundering and the financing of terrorism. His Majesty also issued Decree Bylaw number 37 of 2017, amending some provisions of Decree Bylaw 14 of 1971 concerning documentation and the duties of notaries. His Majesty the King also issued Decree Bylaw 38/2017, amending some provisions of the Telecommunications Law issued by Decree Bylaw 48 of 2002. The Prime Minister and the ministers concerned are to implement the decrees by law, and they are to be effective the day following their publication in the Official Gazette. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received today at Saghir Palace the Minister of Health Faiqa bin Saeed Al Saleh and a number of staff from the ministry, where the guests greeted His Majesty the King. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ. Then verses from the Holy Quran were recited. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة. His Majesty delivered the following speech. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يأتي في إطار متابعتنا المتواصلة لما تبذله مؤسسات الدولة من جهود حثيثة تصب بشكل مباشر في تسريع وتيرة التنمية وتنفيذ سياسات العمل والارتقاء بمستوى الخدمات. ويسعدنا أن نلتقي بكم اليوم للإشادة بالنتائج الطبية التي يحققها النظام الصحي في البلاد بإدارة موفقة وجهود واضحة للوزارة ممثلة في سعادة الوزيرة فايقة الصالح وفريق عملها. وتؤكده كذلك المؤشرات والتقارير العالمية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية والطبية انطلاقا من توجهات مملكة البحرين بالالتزام بأعلى المعايير الدولية. وما لا شك فيه فأن التقدم الذي
يشهده القطاع الصحي يأتي كنتاج طبيعي للسياسات والمبادرات الوطنية المبكرة التي تعود إلى بدايات القرن الماضي، والتي تدرجت منذ ذلك الحين بشكل مدروس سواء على مستوى تجهيز البنية الطبية أو تطوير أنظمتها وإعداد وتأهيل الكوادر المختصة، وكذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص في الميدان الصحي، مشيرين هنا إلى أهمية الدور الذي تتولاه الهيئات المتخصصة في الإشراف والرقابة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للصحة الذي يتولى رئاسته مشكوراً معالي الدكتور الشيخ محمد بن عبد الله بن خالد آل خليفة. ونود بمناسبة اللقاء بجمعكم الكريم أن نعرب عن اعتزازنا بالمستوى المتقدم الذي وصلت له البحرين في مجال تقديم الخدمات الصحية، وبمستوى تضاهي فيه المستويات العالمية، آخذين في الاعتبار مرور ما يزيد عن 100 عام على وضع النواة الأولى للنظام الصحي في البلاد على يد صاحب العظمة الجد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رحمه الله، وهي بادرة من بين مبادرات وشواهد كثيرة تعكس عراقة وثبات مسيرة التنمية في البحرين، وتحتم علينا تقديرها والفخر بها من خلال مناسبات وطنية غريبة بإذن الله نحتفي من خلالها بالذكرى المئوية للعمل الصحي والتعليمي والبلدي وقوات الأمن العام. وفي الختام يطيب لنا أن نبارك لكم جهودكم ونشكركم جميعا على ما تقومون من عطاء مقدر لرفع الأداء وتقديم المزيد، وبما ينسجم مع التطور المتسارع لمجالات التنمية في البلاد، مع التركيز المستمر على جوانب الوقاية قبل العلاج وتمكين الأفراد من الاعتناء بصحتهم والارتقاء بجودة حياتهم، ولتبقى الصحة بإذن الله تاج على رؤوس الجميع، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقي الآن الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة هذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. After that, the Minister of Health delivered a speech in which she expressed great pride in meeting with His Majesty the King. She expressed thanks on behalf of the Health Ministry staff for His Majesty's unlimited support to the Ministry and its caterers. She noted the progress of the Kingdom at regional and international levels under the prosperous reign of His Majesty the King, with the support of His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, and His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Premier, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, as the leadership places the health of the Bahraini society at the top of its priorities. Al-Saleh added that the development of the health sector coincided with the reform project of His Majesty the King, stating that the National Action Charter has laid the foundation stone for the launch of healthcare, as it has noted the importance of providing health services several times. She added that the Constitution has included means of developing the healthcare system. The Health Minister noted the effectiveness and the immense development
development in the health sector in Bahrain, evidenced in number of doctors, nurses and administrative staff, as well as health centers and hospitals around the kingdom. As-Saleh added that the ministry has exerted every effort to provide treatments to infectious, genetic and chronic diseases, initiating a number of programs. She underscored the 2016 Human Development Report, which stated that healthcare in Bahrain is equivalent to that of advanced countries. She expressed pride in Bahrain being one of the most advanced countries in the Arab world in the field of healthcare, according to the report. The minister noted some of the achievements of the ministry, including the comprehensive expansion of some wards of Salmania Medical Complex, the development of public health laboratories, and the establishment of primary and secondary health centers. She also highlighted the new health insurance system, which will significantly develop healthcare services to both citizens and residents. The ministry also applied the Canadian accreditation standards, where health centers in Bahrain were granted in 2015 the second platinum level of Canadian accreditation, which is considered an international acknowledgement of the advanced level of services in Bahrain. Al-Saleh added that the Al Salmania Medical Health Complex has earned the gold level Canadian accreditation in 2016. The minister expressed pride in the health and medical carers in Bahrain, who have proved their excellence throughout the years. She hailed the directives of His Majesty the King, His Royal Highness the Prime Minister, and His Royal Highness the Crown Prince, who exert every effort to develop the level of health care for citizens and residents in Bahrain. She concluded by reiterating thanks and appreciation to His Majesty the King, wishing him abundant health and happiness. وطبيعة الدولة وصاغ جميع المتطلبات والمبادئ الأساسية للحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والعلاقات الداخلية والخارجية. فميثاق العمل الوطني والدستور وضع ركيزة انطلاقة الرعاية الصحية والاهتمام بمنظومة الصحة في هذه المملكة. فقد أشار ميثاق العمل الوطني أكثر من مرة إلى قضية الصحة وأهمية توفيرها في البلاد وإنها أحد متطلبات الدولة، وأشار الدستور أيضاً إلى الرعاية الصحية وسبل تطويرها ونموها. فالدولة بمصاحبة مشروعكم يا جلالة الملك وضعت قاعدة لتطور الصحة في بلادنا، وقد تترجم ذلك بالفعل في نواح كثيرة، وينسجم هذا التأسيس مع ما تضعه الأدبيات الدولية لأهمية الصحة في التنمية الإنسانية، ولا تكاد تخلو التقارير الخاصة بالتنمية الإنسانية من إعطاء موضوع الصحة أهمية بالغة. سيدي صاحب الجلالة، اليوم حين نتطلع إلى ما حققته مملكة البحرين في مجال الصحة، سنجد أنفسنا أمام زخم من التطور الذي نستطيع أن نربطه بالفترة التي بدأ فيها مشروع العهد الإصلاحي حتى الآن. فقياس النمو الحادث هنا في هذه الفترة يعطي انطباعاً سريعاً بأن منظومة الصحة أصبحت لها فاعلية كثيرة في توجه المملكة، وهناك أرقام كثيرة تعتبر المؤشر الواضح على ذلك، من حيث عدد الأطباء والممرضين والممرضات وعدد العاملين في المهن المساعدة والكادر الإداري وعدد مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي انتشرت في جميع أنحاء مملكة البحرين والتجهيزات الطبية والفنية والاهتمام بتوفير كافة الخدمات الصحية لمعالجة الأمراض المستعصية والأمراض الوراثية والأمراض غير السارية التي وضعت الوزارة جل اهتمامها في هذا الجانب من خلال برامج عديدة لمكافحتها. وهناك أرقام متصاعدة ونامية تدل على أن الرعاية الصحية أخذت موضعها المطلوب فعلاً للتنمية في هذه الفترة. وإذا كان العهد الإصلاحي منذ البدء قد راهن على هذه التنمية، فإن هذا الإنجاز الذي يتمثل في مظاهر الرعاية الصحية يعطي مؤشرات عديدة على أن شرط نمو الصحة في بلادنا لم يترك دون عناية، ولم تكن الرعاية فيه طارئة أو عرضة للاجتهادات المختلفة، وإنما هي تعهدات التزمت بها الدولة واشترطت أن تحقق معدلاً متطوراً فيها لكي تصل المرتبة التي أشار لها تقرير عام 2016 للتنمية الإنسانية، بأن الرعاية الصحية في مملكة البحرين لا تقل معدلاتها عن الدول المتقدمة، وهذا شيء
نفتخر به، وبخاصة عندما تشير التقارير إلى أن مملكة البحرين من أكثر الدول العربية تطوراً في مجال الرعاية الصحية، وهذا التطور لا يقل عن الدول المتقدمة، وأصبحت الخدمات الصحية في مملكة البحرين يشار إليها بالبنان، وهذا ما عكسته المؤشرات الصحية وانحسار الكثير من الأمراض السارية. سيدي صاحب الجلالة، انطلاقاً من توجيهات جلالتكم السديدة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء مملكتنا الغالية، قامت الوزارة خلال السنوات الماضية بعدة إنجازات، من بينها على سبيل الذكر وليس الحصر إنجاز مشروع التوسعة الشاملة لبعض أقسام مجمع السلمانية الطبي، وتطوير مختبرات الصحة العامة تطويراً شاملاً، إضافة إلى إنشاء عدد من المراكز الرعاية الصحية الأولية والثانوية في مناطق مختلفة من مملكتنا الغالية، وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة والتي تتماشى مع التقدم العالمي في جميع العلاجات الطبية. هذا إلى جانب العمل مع المجلس الأعلى للصحة في العديد من المشاريع، من ضمنها مشروع الضمان الصحي الذي سيحقق نقلة نوعية في الخدمات الصحية التي ستقدم لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وفي سعي الوزارة لزيادة ثقة المتعاملين معها من مرضى وكسب رضا العاملين فيها من خلال العمل في مؤسسة صحية تتمتع بنظام واضح وفعال وسمعة طيبة، عملت وزارة الصحة على تطبيق معايير الاعتماد الكندي، وفي هذا الشأن حصلت المراكز الصحية الحكومية في عام 2015 على الاعتماد الكندي بمستواه الثاني البلاتيني، وهو يعد بمثابة شهادة اعتراف دولية بأن الخدمات المقدمة بهذه المراكز على مستوى عال من الجودة ومطابقة لأفضل المعايير الدولية. كما حصل مجمع السلمانية الطبي في عام 2016 على الاعتماد الكندي بمستواه الذهبي، وما زالت تسعى لترقية خدماته وخدمة مواطني هذا البلد بكل احترافية واقتدار. فالإنجازات وقصص النجاح التي تحققت خلال أعوام مضت تميزت بالعمل الدؤوب والمخلص من قبل سواعد عاملة تحت مظلة وزارة الصحة، تسابقت فيها الخطى لترسم على صفحات تاريخ مملكة البحرين المعطاءة لمحات مشرفة تفخر بها المملكة وتتباهى بها من خلال مسيرتها، والتي عقدت العزم على تحقيقها بكل إصرار. وإنه لفخر واعتزاز أن نشير إلى أن الوزارة تمتلك كوادر طبية وصحية بحرينية مؤهلة للعمل في هذا القطاع الهام والحيوي، وما كان لتلك الإنجازات أن تتحقق لولا توجيهات ودعم جلالتكم ومتابعة حثيثة للجانب الصحي من لدن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، بالإضافة إلى جهود أبناء الوطن المخلصين العاملين في القطاع الصحي الذين يبذلون كل ما في طاقتهم لرفع المستوى الصحي للمواطن البحريني والمقيم على أرض هذا الوطن. وختاماً، إن لقاء جلالتكم اليوم ما هو إلا وسام شرف على صدورنا العامرة بالإيمان، ويمنحنا مزيداً من العزم والإصرار للمضي قدماً لما فيه خير مملكتنا الحبيبة، متطلعين إلى جلالتكم بما عهدناه من رعاية سامية وتوجيه ودعم. فلكم يا صاحب الجلالة عظيم الشكر والعرفان، سائلين المولى أن يحفظكم ويحفظ مملكتنا الحبيبة ويسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتشرف سعادة وزيرة الصحة بتقديم هدية تذكارية إلى سيد جلالة الملك المفدى أيده الله. His Majesty held the lunch banquet in honor of the ministry staff.
Under the patronage of the Commander of the Royal Guard, His Highness Brigadier General Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, an honoring ceremony was held today for Bahrain Defense Force Duty Force 13, who took part in Operation Restoring Hope in the Republic of Yemen as part of the Saudi-led Arab Coalition. After the commander anthem, Brigadier General Sheikh Nasser bin Hamad inspected the guards who lined up in his salute. Commander of the Royal Guard Special Force Major Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa delivered a speech on the occasion, affirming the professional level and high morale of Bahraini forces who are always determined to complete the tasks assigned to them. He said that he was recently in Yemen for several days to inspect Duty Force 14 that is distributed in different sites, including Hadramaut province. والذين عادوا ما كان بعد أن شاركوا مع أشقائهم في القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الإماراتية دفاعاً عن ديننا الإسلامي الحنيف ومقدساتنا وعن أرضنا وعروبتنا ونصرتنا لأشقائنا في اليمن حيث قاموا بتسليم راية المجد راية البحرين الخفاق المرفوعة في ميادين الرجولة والعزة والشرف لإخوانهم في قوة الواجب 14 المتواجدة على كافة جبهات القتال في مناطق الواجب حاليا سيدي تنفيذا لتوجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وتعليمات سموكم فقد قمت بزيارة ميدانية لقطاعاتنا المرابطة في محافظة حضرموت بمدينة المكلا وعلى كافة النقاط والمواقع في أرض اليمن الشريف لنقل تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة لهم ولتفقد أحوالهم والوقوف على آخر مجريات العمليات مع قيادة قوة التحالف العربي سيدي لقد حملوني رجال قواتنا المسلحة المرابطين في ساحات المعارك أمانة نقل تحياتهم وخالص نياتهم لسيدي حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى عز الله بنصره وقد كانت قلوبهم مليئة بالعزيمة والإصرار والتحدي معاهدين الله وجلالته بأنهم سيبقون الجنود الأوفياء المخلصين للدين ولجلالته. Then the forces members greeted His Highness Sheikh Nasser bin Hamad, who granted them with military duty medal for their participation alongside their brothers in the Arab coalition forces who serve in south of the Kingdom of Saudi Arabia and inside Yemen to defend the sovereignty of the country against terrorism. He commended the efforts of the force and praised its members' spirit, highlighting the sacrifices the Arab coalition is making in Operation Decisive Storm and Operation Restoring Hope in order to restore the security and stability of the people of Yemen. The Deputy Prime Minister Sheikh Ali bin Khalifa Al Khalifa attended the award ceremony of Sheikh Khalifa bin Ali Al Khalifa Prize for charity work titled Loyalty to Givers. Sheikh Ali affirmed the importance of initiatives that establish charity work and spread it in the community, hailing the role of the award and its contributions to encouraging charity work and award those who exert efforts to serve their country. Sheikh Khalifa bin Ali delivered a speech in which he stated that charity work has never stopped in the kingdom, which is a result of the leadership's support. Sheikh Khalifa bin Ali added that the Righteous Son and Daughter Award has been launched 10 years ago as a result of the support of His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, who has been keen on maintaining and developing charity work in various domains. Sheikh Khalifa bin Ali expressed thanks and gratitude to Sheikh Ali bin Khalifa Al Khalifa for supporting charity work
and instilling the values of compassion in the community. On her part, the director of the NGO department at the Ministry of Labour and Social Development also delivered a speech in which she expressed thanks and appreciation to Sheikh Khalifa bin Ali for launching the award. Sheikh Khalifa bin Ali honored the winners, who expressed pleasure in receiving the award. On an official visit to the Islamic Republic of Pakistan, Shura Council Chairman Ali bin Saleh Al Saleh and his accompanying delegation met with the Prime Minister of Pakistan, Shahid Khaqan Abbasi. The Pakistani Premier hailed Bahrain's civil growth and development in all fields under its wise leadership, affirming the deep bilateral cooperation between the two countries. He noted the results of His Majesty the King's visit to Pakistan in 2014 and expressed thanks and appreciation to the Kingdom of Bahrain for building a nursing school in Islamabad. He also noted Bahrain's stance, which corresponds to that of Pakistan, in supporting international efforts to combat terrorism. During the meeting, Al Saleh conveyed the greetings of His Royal Highness the Prime Minister Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa to his counterparts, affirming that Bahraini-Pakistani relations have developed in all fields, particularly in legislative, economic, commercial and cultural fields. Minister of Oil Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Khalifa inaugurated today the 8th Gulf Petrochemical and Chemicals Association's Fertilizers Convention, running from the 26th to the 28th of September for the first time in Bahrain. More on this report with Habab Al-Ghaffar. For the first time in Bahrain, under the slogan New Beginnings Return to Growth, the 8th GPCA Fertilizer Convention attracts CEOs of local, Arab and world-leading global petrochemical companies.
engineers, prominent number of scientists and specialized researchers in international institutes under one roof to focus on trends and opportunities of growth in the region. Today, the focus has been on the fertilizer markets, what the current trends are and what the future holds, and the importance of the supply expansion that's happening in the region and the growing importance of the Gulf countries in becoming a major exporter of the most important fertilizers in the global markets. High-level speakers offer exclusive insights into the impact of market changes on fertilizer trade and highlight the key drivers behind future growth. We account for currently for 8% of the total global production of fertilizer, which is a significant growth considering that, you know, the industry started only three or four decades back. There is a significant growth in the coming year. There are projects in the pipeline with a capital investment in the tune of $8 billion US dollars that will add to the production capacity by the year 2025 to bring it to close to 50 million ton of fertilizers. Remarkable industry leaders discuss competition in major supply markets, environmental and technical challenges, aiming to find the opportunity behind each challenge. We see in the GCC and specifically in Bahrain that these challenges provide for us opportunities to enhance our performance, opportunities in order to become more efficient, opportunities to create leaders that give a good image of Bahrain. And alhamdulillah, we are blessed here in Bahrain with stability. We are blessed with the leadership that has been supporting our industry for decades. And therefore, the name of Bahrain by itself represents the biggest marketing tool for us. The three-day program delves into how to create a stable environment, reinvent global distribution channels, link business and innovation, and discuss the latest technological advances in the region and globally. Companies come together to meet to find solutions to the challenges and also find outlets for the products. Moreover, Bahrain being a very being the host country is a great hub for all the customers and sellers and also producers and technology providers easily come here and meet. At this critical time in our area, it's very important for us, the leaders of the fertilizers company in the Arab world and in the GCC countries, to meet and discuss the current situation and what is the future and how are we going to develop our industry. It's certainly an essential platform with a remarkable presence of experts for exchanging knowledge and enhancing communication between regional and global strategic partners and owners. Changing market dynamics and the business landscape dominate the agenda of the 8th GPCA Fertilizer Convention taking place for the first time in Bahrain. Reporting for Bahrain International, I'm Hiba Abdelghafour. Bahrain Defense Force, represented by Bahrain Royal Navy Force, BRNF, yesterday conducted a live ammunition exercise in the presence of the BRNF Commander, Commander Sheikh Khalifa bin Abdullah Al Khalifa, as part of the programmed exercises of BRNF in line with the force's planned strategic programs, which aim to train and qualify its members. The exercise began with targets set within the range of defense sites. The ship's main systems and weapons monitored the targets and launched the live ammunition. All targets had been directly hit using the latest combat weapons and advanced marine techniques that will increase the efficiency of BRNF in facing various combat situations.